السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم فيديو مختلف عن الفيديوهات اللي كنوضع دائما في القناة. غادي نقدم لكم فيه المحل الخاص ببيع المنتوجات الخالية من الجلوتين بالدار البيضاء اللي هو طيبا دايت. فأول حاجة غادي نعت لكم في كينا الطريق، فهنايا كتدخلوا مع الزنقه اللي فيها المسجد ديال الحاج فاتح. كما كتشوفوا في الفيديو راه كيظهر لكم المسجد ديال الحاج فاتح، كتدخلوا طول مع هذيك الزنقه. هنايا كاينه واحد الامبراب اللي فيها مجموعه من الاطباء، وتحت منا بائع ديال الملابس. انا المحل الثاني وبالضبط بجانب المحل اللي كيبيع مستلزمات الحيوانات والطيور اللي هو انيمال غطيبة، راه معروف هذا المحل، هذا كيبيع مستلزمات ديال الحيوانات. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمنتوجات المتوفرة في المحل، فكاين هنايا شار ميكس بي بالحلة ديالو الجديدة. بالنسبة للأشخاص اللي دائما كيسألوني هل هو فعلا شار ميكس بي، فكنقول لكم نعم هو شار ميكس بي كما كتلاحظوا في ليتيكتاج من خلف ديال العلبة. بالنسبة للعرض او البروموسيون اللي كاينه دابا، فكيلو من ميكس بي بخمسون درهم فقط. وهنايا كاين هنايا فارينة اللي معروفة ايضا، كتصلح ايضا الخبز والحلويات، ثمن ديالها 40 درهم. وهنايا كاينين هادو لي صاك ديال دقيق الارز، وكاينة ديال نشا الذرة، وكاينة ديال دقيق الذرة، كاملين ثمن ديالهم كيعمل 60 درهم بالنسبة لخمسة كيلو. وهنايا بالنسبة لأنواع ديال الدقيق ديال الكيلو، فكاين هاد بريبارادو بانيفيكابل للثمن ديالو 45 درهم. كاين أيضا هاد الخبز السهل، هذا شكروه ليا الناس كيحضروا به المسمن وكيجي رائع جدا. كاين هنايا هاد الكوفيو، هذا ايضا كاين نشا الذرة ديال الكيلو، راه الثمن ديالها 18 درهم. ايضا هنايا عندنا دقيق الحنطة السوداء كما كتلاحظوا كيلو ب 45 درهم. وكاين هنايا دقيق العدس الاحمر كيعمل 15 درهم. ايضا عندنا طحين الذرة ديال الكيلو. ايضا عندنا هنايا ميكس ديال الخبز والحلويات، بالنسبة هنايا راه كل شخص كياخد الميكس المناسب ليه. ايضا عندنا هنايا طحين الحمص، عندنا ايضا هنايا دقيق الارز الابيض. وهنايا بالنسبة للناس اللي كيحضروا الكسكس، فكياخدوا هاد سميد الارز الابيض، انا ايضا كنحضر به، كيجي رائع جدا، يعني عجبني على السميد ديال الذرة. هنايا ايضا عندنا دقيق السرغو كيعمل 18 درهم للكيلو. عندنا ايضا دقيق إيلان، حتى هو كندخلو في الخبز، راه مفيد جدا، دائما كندخلو في الخبز ديالي. ايضا بالنسبه للناس اللي كيسالوني على الدقيق ديال اللوز، فراه متوفر. بالنسبه هنايا الجوز الهند، فكيسالوني بزاف الناس واش ناخذوه من المحلات العاديه، لا خصكم تاخذوه من المحلات الخاليه من الجلوتين، راه الثمن ديالو 25 درهم. وهنايا كاين عندي دقيق جوز الهند اللي خدمت به في مجموعه من الوصفات وحطيتهم لكم في القناه. وكاين هذا الميكس هذا ديال الخبز، وكاينه هذا السميد الا اللي تحضروا به الحساء. هنايا ايضا عندنا نشا البطاطيس اللي هو ايضا كندخلوه في الوصفات ديالنا، وكيعمل كمحسن للمخبوزات ديالنا. هنايا كاين هذا الدقيق ديال دكتور جلوتين فري، راه كيعمل 90 درهم، فيه 2 كيلو ديال الدقيق الخالي من الجلوتين. ايضا هنايا عندنا تحميره، فلازم مؤكد اما تحضروها في البيت اما تاخذوها خاليه من الجلوتين. ايضا عندنا هنايا لاغوم دو غوار او صمغ الغوار، فايضا كندخلوها في الوصفات ديالنا وفي المخبوزات ديالنا، كتعطينا واحد الرطوبه للخبز، وهي ايضا كمحسن طبيعي. هنايا ايضا عندنا الكاكاو المر، تقدروا تاخذوا منتوجات ايديال، وايضا تقدروا تاخذوا هذا المنتوج ديال فود اس. وبالنسبه للاشخاص اللي كيسولوني على لي بيبي دو شوكولا، فكنستعمل هذه النوعيه هذه ديال اس او اس جلوتين، وايضا كاينه حبيبات الشوكولاته البيضاء حتى هي في هذا لامارك، هذا راه خاليين من الجلوتين. بالنسبه للي بات، راه كاين هاد لي بات هادو ديال لامارك غايو، هذه كنعتبرها احسن ماركه من ناحيه الجوده، لانها كتجي تماما كلي بات العاديه اللي بالدقيق،
كاين ما شاء الله مجموعة من الأنواع. وهنا كاينه هاد الشعرية هذه اللي كديروها في الحساء في الحريرة، راه متوفرة. وأيضا عندنا هاد لي باب هيليس اللي كتكون بطعم الخضار، كيكون فيها لي زيبيناغ وطماطم، حتى هي راه متوفرة. وأيضا عندنا سباغيتي في هاد لامارك هادي. وكاينين أنواع أخرى وماركات أخرى بدون غلوتين، كاينه هاد باستا دورو، كاينه فيها الفوزيلي وكاينه فيها البيني وفيها السباغيتي. وهنايا لانشون بدون غلوتين او كاشير بدون غلوتين، بالنسبه للاشخاص اللي كيسالوا عليه فكاين هاد النوعيه هادي راه متوفره بمحل طيبة دايت. كاين نكهه الدجاج ونكهه اللحم كما كتلاحظوا. كاين ايضا العسل بدون غلوتين، هنايا فيها 2 كيلو ديال العسل، فيها 30% من العسل الحر و 70% يعني عادي. بالنسبه للاشخاص اللي كيبغيو فقط هكا عسل للدهن او الحلويات فكاين هاد النوعيه هادي. وهنايا كاين انواع ديال الجبن الاحمر، فكتعرفوا بان ادام كرون معروف بالجوده ديالو. كاين ايضا هاد الفخوماج هذا ديال ادام ديال الكيلو، وهاد الفخوماج هذا ديال كيلو و 700 غرام. وهنايا كاين هاد ساميلون اللي هو عباره عن جبن للدهن، راه الجوده ديالو رائعه جدا وكيجي تقريبا بحال نكهه الفيلادلفيا، طبعا خالي من الجلوتين. بالنسبه لانواع الشوكولاته للدهن بالنسبه للاطفال، كاين هاد نوسيا راه معروفه خاليه من الجلوتين وخاليه من زيت النخيل، كاين فيها احجام مختلفه، كاين الحجم الصغير كاين الحجم المتوسط، وكاين ايضا فيها الحجم الكبير اللي فيه 750 غرام. وهنايا بالنسبه لي كومبوت، كاين هاد لي كومبوت ديال التفاح بالنسبه للاطفال الصغار، هذا راه خالي من الجلوتين وغني بالفيتامين سي. بالنسبه لهكا الاطفال اللي ما كيبغيوش يتناولوا الفواكه فكاين هاد لي كومبوت هادو، تعطيو الاطفال ديالكم مدرسه، يعني هاد الشيء تقدروا تعطيو الاطفال ديالكم ابتداء من سنه. كاين هنايا هاد الشعريه ديال لا مارك شار، كنعرفوا بان المنتوجات ديال شار فهي منتوجات صراحه غاليه شويه في الثمن ديالها مقارنه مع المنتوجات الاخرى، ولكن معروفه بالجوده ديالها العاليه. هادو ما انواع لي كونفليكس اللي عندي، كاين كونفليكس بالشوكولاته، رقائق الذره اللي عاديه، وكاين عندي ايضا انواع اخرى من غير شار ديال الكونفليكس. كاين الكونفليكس الكلاسيك العادي، كاين كونفليكس بالشوكولاته، وكاين هاد الكونفليكس هذا بولاس او بوليتاس راه كيحبوه الاطفال. وكاين هاد كونفليكس هذا ديال سونتيفيري، هاد لا مارك سونتيفيري راه معروفه ايضا بالجوده ديالها في المنتوجات الخاليه من الجلوتين. وهنايا بالنسبه للاشخاص اللي كيسالوا على الشوفان فكاين هاد النوعيه هادي ديال الشوفان الخالي من الجلوتين. وغادي نمروا باش نشوفوا لي بيسكوي المتوفره ايضا في المحل، فكاين هاد الكوكيز هذا راه معروف عند الجميع خالي من الجلوتين، كاين هاد الميروندينا ديال الشار، كاين ايضا هاد لي غاليت دو ري بالشوكولاته السوداء راه ايضا بدون سكر. بالنسبه للاطفال اللي كيجيو عندي عندهم السكري وايضا عندهم السيلياك فكاين منتوجات كيحملوا العلامتين معا. كاين هاد ماريا هذا، وكاين هذاك ديجيستيف بالشوكولاته، كاين هاد لي مادلين هادو بالكريم ديال الشوكولاته ايضا، وكاين بعض المنتوجات ديال شار في لي بيسكوي ايضا، كاين مثلا هاد اوريو. كاين ايضا هاد البوتي بوغ، كاين ماريا، كاين ايضا ديجيستيف بالشوكولاته، يعني كاين مجموعه من انواع ديال البيسكوي ديال ماركه شار.
كاينه هاد الباستا هذه الغنيه عن التعريف اللي كتجمع ما بين اصحاب حساسيه اللاكتوز واصحاب السكري، وايضا هي خاليه من الجلوتين. كاينه بنكهتين، نكهه الفانيلا ونكهه الشوكولاته. وكاينه ايضا باستا ديال نو غلوت ديال سانتيفيري، ايضا حتى هي فيها النكهتين معا. وبالنسبه للخبز فكاين هكا توست كومبلي روستيكو، وكاين ايضا توست بلانكو، راه متوفرين ايضا في المحل. وبالنسبه لاصوص سوجا فانا هنايا عندي صلصه او لاصوص ديال السمك، راه كاينه هاد لا مارك هادي سون غلوتين، راه مكتوبه فيها الثمن ديالها فقط 23 درهم. ايضا كاينه لاصوص سوجا ديال كيكومان، راه كلشي كيعرفها وكنستعملوها كثيرا في الشهر الفضيل. بالنسبه للمملحات هنايا نيسكويك، راه كلشي كيعرفوا بانه خالي من الجلوتين. بالنسبه للاشخاص اللي كيسالوني على القهوه فكنستعمل هذه النوعيه هذه، وراه متوفره في المحل. بالنسبه هنايا الزبدة الفول السوداني او زبدة الكاوكاو ايضا متوفرة. هنا عندنا المربى بجميع النكهات، هنا كاين بالفراولة، كاين بالمشمش، كاين بالخوخ، يعني مجموعة من النكهات. بالنسبة للصوص راه كاين الكيتشاب، كاين المايونيز، كاين الموطارد، ايضا كاين هاد لامارك ديال الشوفي، كاين ايضا لامارك ديال هيبارا حتى هي، كاين مايونيز بالثوم، مايونيز بزيت الزيتون، المايونيز العادي. ايضا هنا كما لاحظتوا هذا هو المطارد الخالي من الجلوتين، راه الجوده ديالو عاليه بالنسبه للاشخاص اللي كيسالوني على المطارد الخالي من الجلوتين. وكاينه ايضا المايونيز ديال كرافت، راه كتقدروا تلقاوها في جميع المحلات والاسواق التجاريه. بالنسبه لكريم الحلويات فكاينه هنايا هولالا، راه خاليه من الجلوتين، صلصه الطماطم، كاينه سوليس، وكاينه ايضا ماركه ابيس. وبالنسبه لكريمه الطبخ كاينه هاد لا مارك هادي، هاد لا مارك هادي رائعه جدا ايضا خاليه من الجلوتين. بالنسبه للجبن المربع ديال الساندويتشات وديال البرجر فكاينه هاد لا مارك هادي ديال جولد شيدر، راه رائع جدا، هو اللي كنستعمل انا دائما. والطون راه معروف ايزابيل ديال العادي اللي بالزيت، وايزابيل بالطماطم. ايضا هنايا كاينه المسلين، هنايا بالنسبه للاطفال راه كيحبوها البوري ديال البطاطس، راه حتى هي هنايا خاليه من الجلوتين. بالنسبه لانواع الشيبس راه متوفره بنكهات والوان متعدده، كاين هاد لا مارك كريكروك ديال الايطالي حتى هي خاليه من الجلوتين. كاينين هاد لي مارك هادو اللي كيكونوا ايضا حتى في المحلات العاديه، يعني ما شاء الله كاينين مجموعه من المنتوجات اللي تقدروا تكتشفوهم في المحل، وان شاء الله مازال غادي يكون الجديد. وهنايا ايضا كاينه هاد بيباس او الزريعه اللي خاليه من الجلوتين بنكهه الشواء، راه مكتوبه لتحت. وكاينه هنايا الذره بنكهه الجبن. وبالنسبه هنايا للديابيت اللي كيجيو عندي فكاين هنايا سكر الفواكه او الفريكتوز، وكاينه هنايا ستيفيا. بالنسبه للاشخاص ايضا اللي عندهم السكري فكيحليو بها الفنجان ديال القهوه او الشاي ديالهم، كياخذوها ايضا اصحاب التوحد. وبالنسبه للعصائر فكاين هذا العصير هذا، كاين نوعين مختلفين، كاين هاد بفروتاس راه حتى هو خالي من الجلوتين، وكاين هاد دون سيمون اللي جميل فيه انه كيجمع العلامه الخاليه من الجلوتين، وايضا هو بدون سكر، حيت كما كنقول لكم دائما كاينين اطفال الله يشافيهم ويعافيهم كيكون عندهم مرض السكري مصاحب للسيلياك، فخصهم منتوجات اللي كيحملوا العلامتين معا. وكاين هذا العصير هذا ديال السيمون ايضا راه متوفر. وبالنسبه لاكونفيسخي بالنسبه للاطفال راه كاينين مجموعه من يعني السكاكير الخاليه من الجلوتين، يعني كاين واحد لو شوا اللي كبير جدا بالنسبه للاطفال.
هنايا بالنسبه للانواع ديال الشوكولاته اللي كنستعمل ايضا في الوصفات ديالي، فكاين هاد طراس هذا راه ايضا بدون سكر وبدون جلوتين، ايضا كاين هاد الشوكولاته البيضاء، فهذه هي النوعيه اللي كنستعمل ايضا في الحلويات. وبالنسبه للشوكولاته العاديه فكاين هاد لامارك هذه كتعمل 10 دراهم، كاين ايضا اللي باللوز، كاين ايضا اللي فيها نسبه الكاكاو عاليه بالنسبه للاشخاص اللي كيحبوا الشوكولاته بنسبه عاليه من الكاكاو، فراه موجوده 70% ديال الكاكاو، كاينه ديال 85% ديال الكاكاو، وكاين ايضا هذيك الشوكولاته ديال كرانش راه حتى هي خاليه من الجلوتين. يعني ما شاء الله كاينين انواع مختلفه من الشوكولاته. كاين ايضا هذا كنستعملو ايضا في الحلويات، هاد الترابا هادي فيها 300 غرام، راه خاليه من الجلوتين والجوده ديالها يعني عاليه. وكاين ايضا هاد الشوكولاته اللي بنكهه الفراوله وشوكولاته بنكهه الليمون. كانوا هادو هما المنتوجات كاملة اللي متوفرة في محل طيبة دايت، مرحبا بالجميع في المحل، وان شاء الله نتمنى نجيبوا مزيد من المنتوجات الخالية من الجلوتين. كنتمنى دعواتكم لي بالتوفيق ان شاء الله. غادي نخلي لكم جميع المعلومات ديال المحل في صندوق الوصف. اترككم في امان الله، ولا تنسوا دائما شعارنا ان صحتنا في حميتنا. الى اللقاء.